وأما ما يتناقل من حديث أن داود عليه السلام كان يقول من دعائه يا رازق الغراب النعاب، وهو فرخ الغراب، يا رازق الغراب النعاب في عشه، وذلك أن الغراب إذا فقس عن فراخه فقس عنها بيضا، فإذا رآها كذلك نفر عنها فتفتح أفواهها، فيرسل الله عليها ذبابا يدخل أفواهها فيكون ذلك غذاء لها حتى تسود، فإذا سودت انقطع الذباب عنها فعاد الغراب إليها فغذاها. هذا مما هو مشهور في كتب الأدب، ويتناقلونه في كتب الأدب بكثرة لأنهم يحبون القصص والغرائب والعجائب. ولذلك لما ذكر الرازي في تفسيره قال: ومن أدعية العرب يا رازق الغراب، ولم ينسبه لداود. وكذلك ابن كثير رحمه الله في التفسير لم ينسبه لداود، وإنما قال ذكروا. من هم؟ لعلهم العرب. قال ذكروا وذكر القصة، بل إنه لما ذكر بيتا من الشعر ضمن فيه يا رازق الغراب النعاب، ولم يسنده لا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى داود عليه السلام. ولذلك أورده أبو نعيم في حلية الأولياء ولم يقله صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه لداود، وإنما هو عن مكحول. فلهذا لا يعول على مثل هذا بأن يقال هذا دعاء من سنة الأنبياء، بل إنه لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حتى يثبت عن داود، لأنه لا يمكن أن نعرف هذا إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي مثل هذا